السفر دائما في فرصة ان الانسان يتعلم مهارات جديدة. نادي الفروسية العالمي للنساء فقط. لما يقولوا لك رويال سويت يعني رويال سويت على كل المقاييس. اكثر من 2000 طائرة درونز كانت مشاركة بهذا العمل الفني اللي يدعوكم فعلا للاستغراب. ما رق الرياض تالي الليل من وسط العاصمة الرياض وعلى فين؟